قبل ما نبدا ملخص الحلقه ال 17 من مسلسل الحشاشين، يا ريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. وبالمناسبه في الحلقات الاولى هتلاقوها في اللاين اللي فوق، بتبدا حلقتنا ال 17 لما بيتفاجئ حسن الصباح وهو في مقره بدخان جاي من غرفه من غرف المقر، ولما بيفتح باب الاوضه بيلاقيها انها بتولع، وبيتفاجئ ان مراته اللي عملت كده وانها كانت عايزه تولع في مقره، ولكن حارس من حراس حسن قدر يشوفها ويوقفها. وبتقول مرات حسن ليه انها مش هتسامحه بعد قتل ابنها، وبتقول له انها هتدوقه نار جهنم اللي بيفضل يكلم الناس عنها، وبتعرفه انها عمرها ما هتصدق كلامه ولا مذهبه، فبيخلي حسن الحارس يدخل مراته غرفتهم. ووقتها بنروح للثلاثه اللي كانوا بيتكلموا في وسط محاضره زيد بن سيحون، وبنعرف ان عقابهم كان خفيف، وبنكون عرفنا اسماء اتنين منهم واللي هما جوهر وخيرت، وبنعرف ان هما مؤمنين جدا لحسن الصباح ومعتبرينه ولي من اولياء الله. وبنرجع لحسن الصباح اللي بيدخل غرفته مع مراته وبيفضل يقنعها انه بيحبها وان اللي عمله في ابنه طبيعي وانه امر حصل في صور كتير من القرآن، وبيحكي لها على قصة سيدنا نوح عليه السلام، ولكنها بتكون عرفت انه كذاب وعايز يقنعها بمذهبه وخلاص. وبتفكره ان اللي قتل ابن سيدنا نوح كان غروره مش ابوه، وبتقوله ان هو الوحيد اللي قتل ابنه، وبتعرفه انه صدق نفسه وصدق ان هو فوق البشر، وبتقوله انها بتكرهه فبيسيبها حسن وبيمشي. وبعدها بنرجع لنورهان اللي بتصحى، وبنعرف انها كانت بتحلم بيحيى، ولما بتصحى بتقول لها صاحبتها انها لازم تخلي بالها من نفسها وتقبل اللي بتقوله الينار ليها. وبنعرف ان الينار بتستخدم بنات معينه من مقاتلين حسن الصباح في حلم الجنه، بس نوران لسه ما تمش استخدامها في اي حلم منهم وهي فعلا مش عايزه تعمل كده. وبعد كده بنروح لزيد بن سيحون اللي بيروح لحسن الصباح وبيقول له على انهم لقوا مجموعه من الرعاة اللي من ضمن القرى اللي بيتبعوهم، وانهم اكتشفوا ان هم بيترجموا رسائلهم المشفره وبيدوهم لجنود السلطان باركيوراك. فوقتها بيسالوا حسن من جنود باركيوراك المدسوسين وسطهم وبيعملوا كده، فبيقولوا زيد ان هم مش جنود وانهم بنات رعاة، وبيقولوا ان هم جابوهم القلعه. وفعلا بيروح ليهم حسن الصباح وبيلاقيهم بنات من الرعاة بقياده بنت اسمها ريحانه، وبيكلمها وبيقول لهم جابوا تفسير الرسائل منين، مع ان اللي يعرفوا التفسير بتاعها عددهم قليل جدا. وبنلاحظ ان ريحانه بتكرهه جدا وبتقول له انها هتاخد حقها منه، وبتعرفه ان هو كان سبب قتل اخوها درباس، فبيحاول يقنعها حسن الصباح بمذهبهم، بس هي بتقول له انها ثابته على مذهبها اكتر منه، وبتعرفه انها مش تبع جنود باركي وراك ولا تبعه، وانها عارفه ان هما الاتنين ظالمين، بس هي عايزه تاخد حق اخوها اللي هو اقنعه بمذهبه وارسله بنفسه لحرب خلته يروح لجهنم. ولما بيلاقي حسن الصباح انها قويه الثبات على المذهب بيقول لزيد بن سيحون يرميها هي وباقي تابعينها من فوق سطح القلعه. ولما بيخرج من عندهم بيلاحظ ان الجنود خايفه، فبيقرر يعمل لهم خطبه، وخصوصا انه بيظهر ليهم عدد قليل جدا من المرات علشان يخلي ظهوره ليه هيبه. وفعلا بالليل بيكلمهم وبيفضل يقول لهم انه الراجل صاحب حق وعايز ينصر المظلومين بس، وان معاه مفتاح الجنه لان مفتاح الجنه مع خادم الحق، وفعلا بيقدر يقنعهم باللي هو عايزه وبيزود ايمانهم بيه جدا. وبنروح وقتها لجنود باركيوراك اللي بيعمل ليهم قائدهم خطبه وبيكون باين عليه ان هو قوي جدا، وبيقول لهم يقطعوا راس اي باطن يقابلوه وانه عايزهم بكره يولعوا في قلعه الموت. وبنعرف ان هم هيهجموا عليهم بكره الصبح، وبنشوف وقتها عمر الخيام وصهبان اللي بيعدوا جنب جيش باركيوراك، فبيشوفوهم الجنود وبيودوهم لقائدهم داوود، وهناك داوود بيكلمهم وبيكون عارف عمر الخيام وبيكلمه بشكل كويس وبيسالهم لو هم دخلوا قلعه الموت، بس بيكون عمر مش عايز يسلم صاحبه وبيكذب على داوود وبيقول له ان هم كانوا معديين من جنبها بس. بس صهبان بيغلط وبيقول على انه شاف حسن الصباح وهو بيقتل ابنه، فبيعرف داوود ان عمر بيكذب، بس عمر بيحاول يصلح غلطة صاحبه وبيقول له ان هو بيقول اللي سمعه من الرعاة، فبيضيفهم القائد وبيهتم بيهم في خيمة من خيم الجنود. وبنرجع لحسن الصباح اللي لما بيقول له زيد بن سيحون ان بدر الدين الجمال اتقتل، بيستغل حسن الموقف وبيقول له يبعت رسالة للدولة الفاطمية اللي هو كان فيها قبل كده، ويقول ان اللي قتل بدر الدين الجمالي اتباع حسن الصباح بدعوة من نزار ابنه اللي في عالم البرزخ، وبيكون عايز حسن يستغل كل الظروف اللي حواليه في خدمة مذهبه. وتاني يوم لما بيقول لزيد بن سيحون لحسن الصباح ان الحصار بدا ياثر عليهم، بيشجعه حسن وبيقول له ان هم اللي هيفوزوا كالعاده في النهايه، وبيقول له يستمر في اخذ الرسائل اللي بيبعتها باركيوراك لجنوده علشان يعرفوا هم هيعملوا ايه اول باول. وفعلا بنروح لباركيوراك اللي بيعرف بخبر تجسس حسن الصباح على تعليماته لجيشه، فبيقرر يوقفها ويرجع جنوده علشان ما يتغلبوش. وفعلا فارس بيوصل بنفسه لقائد الجيش داوود وبيدي الرساله، فبيتفاجئ داوود وخصوصا ان هم المفروض كانوا
يهجموا النهاردة على قلعة ألاموت، ولما بيقول الرسالة ليحيى واللي معاه بيكونوا متضايقين جدا. وقتها بتيجي ليحيى فكرة، وهي انه يروح لقلعة حسن الصباح لوحده كخاين، وقتها يصفي حسن وهو هيقدر يخلص عليه. فالفكرة بتعجب داود وبينضم ليه صحابه سليمان وطيفور، وفعلا بيبدأوا الخطة وبيمثلوا هما التلاتة ان هما بيهربوا، والجنود بيقتنعوا بكده وبيطردوهم، بس بيقدروا التلات جنود يهربوا وبيهربوا جدا من قلعة حسن الصباح. ولكن كتابعين ليه، وبالشكل ده نكون خلصنا ملخص حلقة النهاردة. استنونا بكرة في ملخص حلقة جديدة ان شاء الله.